الغسالة مسكت هدهد. في بلبل عمال يصفق. اطلع الاول شوف الهدهد. تخاف يا جماله. جميل طائر الهدهد. جميل جميل جميل. في ناس كانت طالبة مننا هداهد، ان شاء الله هبعت لهم دلوقتي على الواتساب. كان في ناس كتير عايزة هدهد، بس اتمنى ان الاشخاص اللي تاخده تربيه لنفسها، محدش يستخدمه في الحاجات السيئة اللي بيستخدموه فيها زي السحر، لأن جناحه سبحان الله كأنه مكتوب عليه كلمة الله. طب هو عليه كام ريشة كده؟ ايه السكينة والهدوء دي؟ ما بحاولش يتفزع حتى ويطير، لدرجة ان انا حاسس لو سبته على ايدي مش هيطير. والله جميل، والله جميل يا هدهد، والله أعشق الهدهد. شكله جميل جميل ومريح مريح للنظر، والله مريح للنظر، ولكن أطلقوك لوجه الله تعالى. أطلق سراحك لوجه الله تعالى. روح يا شيخ روح. برضه ثاني واقف عند المصايد تاني. روح بقى اشوف لك دودة كلها ولا فراشة ولا حاجة.
الله يخليك حبك الله. سبحان الله، الواحد بيحب الهدهد كده لله في لله، والله شكله مريح للنظر. والله كتير امسكه، ولكن ما احبش لا اهديه ولا احب ابيعه مهما كان ثمنه. احب انه يكون موجود عندنا كده في الكرة، يكفيني ان اراه. شنو يطير ولا ايه؟ طير يا عمي يلا.